هل الأفضل إخراج زكاة الفطر في بلد الإقامة أم في البلد الأصلي؟ مع العلم أن الأهل مقيمون في البلد الأصلي وهناك الناس أكثر احتياجا. الأفضل في زكاة الفطر أن تكون في بلد الإقامة لأنها زكاة بدن، فالأفضل أن تكون في البلد الذي تغرب عليك فيه الشمس ليلة العيد. لكن إذا كان الناس، إذا كان الفقراء في بلدك أشد حاجة من الفقراء في بلد الإقامة، فالأفضل أن تصرف زكاة الفطر للفقراء في بلدك، لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل، واعتبار حاجة الفقير مقدمة. فإذا كان في بلدك الناس أكثر فقرا وحاجة، فالأفضل أن تجعل زكاة الفطر في أهل بلدك.